إذا كانت المرأة قبل الحمل وزنها نورمال أو البي ام اي تبعها نورمال، إلها حق تقريبا تاخذ من 11 ل 16 كيلو من الوزن، ولكن كيف بيتقسموا هدول الكيلويات خلال الأشهر؟ أول 3 أشهر لازم تاخذ من كيلو ونص لكيلوين بثلاث أشهر، بعدين كل شهر لازم تبلش تاخذ كيلو ونص لكيلوين لتوصل للولادة.